تسهيلا لتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة التنموية للدولة، وقعت وزارة النفط بروتوكول تعاون مع المجلس البلدي بشأن تسريع الدورة المستندية لإيجاز اعتمادات المشاريع وكل ما يخص الشأن البلدي. تم التوقيع على البروتوكول بحضور وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ورئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، حيث تضمن تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين. يواصل المجلس البلدي عمله الدؤوب بمد جسور التواصل وتذليل كافة عقبات إنجاز المشاريع عبر توقيع بروتوكولات تعاون مثمرة ستسرع من وتيرة العمل والإنجاز. البلدي وبقيادة الرئيس أسامة العتيبي وقع بروتوكول تعاون مع وزارة النفط وبحضور واهتمام وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، في أجواء تعكس حرص المجلس البلدي ووزارة النفط على خلق بيئة عمل وإنجاز. هذه المبادرة أتت من المجلس البلدي بالدفع بمجالات التعاون بين الأجهزة الحكومية والمجلس البلدي. يمكن هناك اتفاقيات تم توقيعها قبل وزارة النفط، اليوم احنا مكملين لهذه المعادلة اللي هي معادلة التعاون المباشر بين الجهات الحكومية ممثلة بوزاراتها مع الإخوان في المجلس البلدي. اليوم احنا وقعنا ممثلا عن وزارة النفط الاتفاقية أو ما يسمى الميمورندم أوف أندرستاندينغ، هي لدعم أواصر التعاون والتنسيق بين وزارة النفط والإخوان في المجلس البلدي. هناك كثير من الملفات اللي تحتاج التواصل المباشر بين المجلس البلدي فيما يتعلق في أعمالها مع القطاع النفطي. القصد الأساسي اليوم من أن يقفز المجلس هذه القفزات بالشراكة مع الوزارات المعنية هو تفعيل كثير من نصوص القانون في بلدية الكويت، نصوص معطلة تجعل أن هناك يكون وسيط ما بين المجلس البلدي والوزارات المعنية، وبالتالي اليوم إحنا يكون علاقتنا مباشرة وتفعيلا لنصوص القانون، قانون البلدية تحديدا. فاليوم لا يكون هناك وسيط بالتعامل، هو المجلس البلدي يتلقى هذه الطلبات وهذه المشاريع وينظر فيها ويحيلها للدراسة بحسب الأصول وحسب الأحوال المعنية في هذه المعاملة، فبالتالي يقصر من المدة ويكون هناك ما سيعرض على المجلس يكون هناك جاهز لاتخاذ القرار للسادة الأعضاء. الهدف من هذه الاتفاقية طبعا تسريع الإجراءات في المعاملات والأمور المتعلقة في وزارة النفط والشركات النفطية، ومثل ما ندري بأن وزارة النفط لها مشاريع عديدة في الدولة وغالبا ما هي تستغل مساحات كبيرة في مواقع متعددة، فدور المجلس البلدي بعد دراسات البلدية الكويت بأن تعتمد وتراجع هذه المواقع، وأيضا دورنا في الدفع في المشاريع التنموية المتعلقة في الإنتاج النفطي. نسعى من خلال المجلس البلدي ومن خلال هذه الاتفاقية في مسألة اختصار الدورة المستندية وإيجاد قناة حوار مباشرة بحيث ندفع عجلة المشاريع النفطية إلى الأمام. نحتاج أن نؤدي مشاريعنا باعتبارها مشاريع نفطية باعتبارها مشاريع مهمة بأقصر فترة ممكنة وبأكثر كفاءة. هذا وقد حرص المجلس البلدي بوضع آلية تفاهم من خلال تشكيل فرق مشتركة من قياديين الجهات المعنية، مما سينعكس مؤكدا بسرعة اتخاذ القرار من خلال هذه البروتوكولات الناجحة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.